ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. في سابقة من نوعها، وضعت مواطنة مولودها داخل إحدى مقطورات القطار السريع البراق، وحسب ما تم معاينته فجأة المخاض مواطنة كانت تستقل القطار الفائق السرعة البراق المتجه من طنجة إلى الدار البيضاء في يوم الأحد 14 يوليو الجاري على الساعة 5 مساء، قبل أن تهرع بعض المسافرات الموجودات على متن نفس المقطورة لمساعدتها في وضع جنينها. وبالفعل تمكنت المواطنة من وضع جنينها بسلامة، حيث لوحظ أن وضعه الصحي مستقر وكذلك وضع الأم. وعند وصولها لمحطة القنيطرة وجدت سيارة إسعاف في انتظارها، حيث قامت بنقلها إلى إحدى المصحات لتلقي العلاجات اللازمة. وتعد هذه أول حالة ولادة داخل البراق منذ تدشين انطلاقته. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.